حماة 31/7/2011 الساعة 10:30 صباحا، إصابة أحد الشباب عند اقتحام قوات الأمن والشبيحة حماة ومداهمة الأحياء. أصيب كثير من الناس، أعداد بالغة. انظروا إلى هذه الإصابة، طلق ناري معيار ثقيل، دخلت بالرأس، دخلت بالكتف وخرجت من الظهر. هذا هو الإصلاح الذي يدعيه بشار الأسد وعصابته. هذه الشبيحة، هذا هو الإصلاح الذي يدعيه. حماة 31/7/2011.